أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من قضايانا، وفيها الهدنة هل تنهي حرب اليمن؟ والرئيس الأمريكي يحث كافة الأطراف اليمنية على اتخاذ إجراءات سريعة تفضي إلى عملية سلام شاملة. ثم ما هي أهمية التغييرات الحكومية الأخيرة وتعيين محافظين جدد؟ ما الذي يمكن أن يتغير على الواقع؟ وأخيرا المعلمون يتظاهرون أمام معاشيق للمطالبة بمستحقاتهم المالية، ومدارس العاصمة عدن مهددة بالتوقف. خليكم معنا. مساء الخير للجميع. خلينا بس أبدأ معكم سؤال سريع، صلاح، أنور، نبيل، ياسر، خليني أبدأ معكم سؤال سريع حول أولا انطباعكم أو موقفكم، يعني بصورة سريعة بكلمة بسيطة، كلمة واحدة أو كلمتين على الهدنة. هل أنتم متفائلون بالهدنة؟ صلاح أبدأ معك. أنا شخصيا غير متفائل، هي مجرد تعطي فرصة للحوثيين. بعدين التفاصيل. أنور، أنا في مرحلة إثارة الأسئلة إلى هذه اللحظة ما عندي أي إجابة، ما حددت موقف، ما أقدر. ياسر، غير متفائل أبدا. نبيل، هناك نوع من التفاؤل، لأنه المفروض أنه هذه الهدنة تأتي في طريق يعني تحقيق مزيد من الإنجاز في مسار الوصول إلى إنهاء الحرب. طيب خلينا نشوف يعني إيش ليه مثلا بعضكم غير متفائل، يعني إيش اللي يستدعي أنه الواحد ما يتفائل طالما أنه هذا المتاح الآن؟ السؤال لي؟ أي. هو شوف، يعني احنا بدأنا في شهرين على أساس أنه التحالف والطرف الثاني قدم تنازلات كبيرة، الطرف الثاني غير الحوثيين أنا أقصد، على أساس أنه يكون يعني بداية طريق خارطة سلام معين يعني. أي. لكن شهرين ورا شهرين بدون أي أفق، رأينا أمس الحوثي يستعرض قواته، وبالتالي كل يوم يمضي بهدنة بدون أفق، بدون عملية سلام، بفشل المبعوث الأممي والمبعوث الأمريكي. أي بس، ولكن إذا كانت يعني هذا، إذا كان هذا الشيء الوحيد المتاح، يعني أفضل من عدم توفر بديل. إلى متى؟ مؤشرات عدم التفاؤل اللي هي السادة عند معظم اليمنيين تقريبا، لأنه أولا تاريخ الحوثيين مليء بنقض التعهدات، والحوثيين يستعدون لمرحلة جديدة، هم يأخذون هذه المرحلة للاستعداد لمرحلة حرب أشرس مما كانت خلال السنوات الماضية، وأيضا مجلس القيادة الرئاسي يستعد بطريقتهم خلال التغييرات والتعيينات الجديدة لمرحلة أخرى. الحوثيين لا يمكن أحد أن يتعايش معهم، هذا بالمختصر، وهذا ما يؤمن به كل من يعارض الحوثيين. لا يمكن. شوف، تعميق الهدنة إيش يعني؟ يعني الاعتراف سياسيا بالحوثي وانتهاء القرارات الدولية والمرجعيات وكل شيء، وأعتقد هذا لن يرضي أحد، كل الأطراف المعارضة للحوثي أعتقد أن ذلك يضرها كثيرا، وخاصة نحن في الجنوب. مش فقط أنه عملية هدنة، وكمان أنه في الولايات المتحدة، يعني الرئيس بايدن مثلا قال رئيس أمريكا أنه جهزوا حالكم عشان الدخول في عملية لحظة. أنور، موضوع تساؤلات، يعني هذا الإصرار الدولي على الهدنة يعني وكانها ليست استحقاق محلي، هي استحقاق دولي، يعني في رغبة كبيرة جدا لتجميد الحالة اليمنية كأنه هكذا، والتفرغ لحالات أخرى يرونها أكثر أهمية. وأعتقد بأنه أحيانا حتى توصل رسائل من المجتمع الدولي لإيران من خلال الحالة اليمنية، يعني وكان رسائل إيجابية لهم، أي ممكن نحن نمشي وضعكم مع الحوثي، لكن مقابل أنه يكون في تنازلات في الملف النووي. تشعر بأنه الحالة اليمنية هي فقط يعني يتم الاشتغال عليها لملفات أخرى، هي مجرد ورقة في ملف. هذا عشان كذا مسألة التفاؤل والتشاؤم، هذه الطبيعة الدول. يعني لحظة، أنت مش ألمانيا ولا بالضبط فرنسا، هو هذا. أنت دولة يعني بالكاد عايش على الكرة الأرضية، فكونك مصير بيد الكبار. أنه أمريكا تحولت إلى محامي عن الحوثيين، مع أنهم الحوثيين يرفعوا شعارات الموت لها وهانوا علمها قبل أيام في عرض عسكري، فهذا أيضا من الأمور التي نستغربها، يعني كيف أمريكا تتحول لدفاع الحوثيين. نلاحظ أن المجتمع الدولي يركز على البعد الإنساني، وربما هذا أول مبعوث دولي حقق إنجاز في هذا المسار على الأقل. من ناحية أخرى، إذا كان هناك توجس، أنا مع التوجس والتحفظ على يعني تعاطي الحوثيين مع الهدنة، مع الهدن السابقة، لكن في نفس الوقت هناك ضعف تراكمي من قبل الشرعية أدى إلى الحالة يعني الموجودة اليوم. وامتداد لكلام ياسر، عفوا، فقط موضوع أمريكا وإيران، تشعر بأن أمريكا تقدم تنازلات لإيران في الملف اليمني، صحيح، حتى لا تظهر أمام العالم أنها تقدم تنازلات لإيران في ملفها النووي، تقدم لها تنازلات هنا وتريد تحصل على مقابل في الملف النووي.
لا بس مليون تايهون في هذا تأجيل تأجيل ما يجري هو تأجيل حول الهدنة تأجيل مرتبط بملفات أخرى من الملف النووي كما ذكر الزملاء أيضا البحث عن إنجازات بايدن يريد أن يبحث عن إنجاز بإيقاف حرب اليمن المبعوث الدولي يريد أن يحقق إنجاز بإيقاف حرب اليمن الموضوع الإنساني مجرد عذر ولا ماذا قدمت الأمم المتحدة أو العالم اليمن طيب خلينا نحصر شوي الهدنة إنه كيف بتنعكس على اليمن على ظروف الناس على البعض مثلا علق وشخصيات كبيرة بعضها مثلا سفير سابق أو حتى وزير خارجية سابق بأنه الحرب عمليا انتهت في اليمن ويستدلوا بأنه الهدنة لن يتتراجع الإقليم والمجتمع الدولي الدول الكبار على موضوع الهدنة وطالما أنه الهدنة مستمرة معناه هذا إيذانا بأنه بالفعل عمليا الحرب في اليمن انتهت ما ليش لأنه ما فيش حسم العالم صحيح حتى مع كل الكلام اللي قلناه لكن العالم خاص العالم الغربي مرتبط برضه بمنظمات وجماعات ضغط ولوبيات وبالتالي طالت الحرب يعني صحيح. لا تستطيع أنت أن تعطي سك لمدة 10-15-20 سنة طيب كيف معين. السؤال هو كيف بتنعكس على أوضاع اليمن واليمنيين هل هي هدف الهدنة هل هي هدف أم غاية أم طريق يعني هي ماذا بالضبط إذا كانت هدف لشيء ما لا هي وسيلة من أجل غاية حاليا الحاله بالهدنة هذه هم تحدثوا الان عن تعميق الهدنة بالهدنة يعني تثبيت الحاله السياسيه بس يعني تعميق الهدنة ايش يعني مثل الشمال يعني اعتراف سياسي بالحوثيين نعم. هذا امر خطير اضف الى ذلك ان السؤال مهم انعكاساته على الوضع الانساني كم الان تقريبا 4 اشهر منذ تمديد الهدنة او اكثر نعم. ماذا استفاد الناس من المحافظات الجنوبيه طيب ولكن لا هو بشكل عام انت لما على ياسر لما نقول على اليمن فعلى اليمن كامل لحظه لا انا اقول لك انه المتضررين من الهدنة السابقه نحن في الجنوب لانه الحوثيين مسيطرين على الشمال والجنوب لا نعرفهم حتى الان من يسيطر عليهم ومن يديره في ظل التعددات والاستقطابات ومحاوله انه الشماليين الذين خرجوا من صنعاء يفرضوا انفسهم في المحافظات الجنوبيه حتى رواتب الموظفين لا ترفع مع انه المفروض ترفع بعد 8 سنوات يعني رواتب الموظفين حتى الان لا ترفع والحوثيين يريدون ايضا حصه رواتب موظفي الجنوبيين لدفع رواتب الموظفين في مناطقهم وهذا شرط اساسي لتثبيت الهدنه يعني امر غير معقول وغير منطقي وغير مقبول اصلا بالمقابل ألا يعني ألا ترى أن في هذه الهدنة نوع من أنواع يعني الضعف الذي يعيشه الحوثي؟ أها كيف تشوف ليه من يرى ذلك؟ علي أساس تم الرضوخ لهذه الهدنة مطروح من قبل بعض المراقبين بأنه هذه كذلك مؤشر ليس فقط على ضعف الشرعية كذلك على أن الحوثي لا يمكن أن يصل إلى أكثر من ذلك هذا حدك يا حوثي ممتاز وهو قد تقبل هذا الامر ويتعاطى معه على هذا الاساس وهو بالمناسب بالنسبه له انجاز هو شوف كان انا اتفق معكم اولا خلال العشر ايام الاخيره تستحق الحوثيين على ماذا ركزوا على تحشيد وتجييش الناس في المحافظات مثلا محافظه الذمار اكثر من 3 عروض عسكريه مؤخرا خلال الشهرين الاخير واخر العرض اللي قبل 4 ايام ثانيا لجانه بتنزل كل يوم الى المحافظه التي تحت سيطرتهم لحشد المزيد من المقاتلين استفادوا من المخيمات الصيفيه للطلاب وحشدوا فيها الاعلام لماذا يعملون كل ذلك اكيد هم مستعدون لمرحله جديده طبيعي. فقط ينتظرون تغير اقليمي مناوره في الملف الايراني عرقله حدثت في المشاورات الملف النووي حتى يبداوا حرب جديده على اليمنيين لكن ذلك لا يمنع انهم لا يريدون ايضا في هذا التوقيت خساره المكاسب التي حققتها لهم الهدنه وهناك ايضا ضغط شعبي في صنعاء حول هذا بهذا الاتجاه طيب انه لكن المكاسب اللي حققتها لهم الهدنه مثل ايش من مكاسب حققتها الحوثيين الهدنه؟ فتح مطار صنعاء هو فتح محدود حتى الان المشتقات النفطيه الى ذلك لكنهم ما زالوا بنظر العالم متمردين وبالتالي ولكن في اعتراف ضمني ليس بهذه الصوره الاعتراف الضمني بهم والتعامل معهم كطرف مش معاهم كان بصنعاء يعني هذا تطور خطير بس ما زالوا ضمن القرارات الدوليه مصنفين متمردين ومطالبين بتنفيذ القرار 2216 الانسحاب من المدن وتسليم السلاح وانهاء الانقلاب لكن في حال تمديد او تعميق الهدنه مثل ما يطالب البعض سيصبحوا طرف سياسي اي بدليل انه الرئيس بايدن الرئيس الامريكي قال بانه لابد ان تفضي هذه يعني عمليه الهدنه مش كافيه لازم تفضي الى عملية سلام مفاوضات سلام شاملة مفاوضات سلام شاملة يعني في شاملة بين قوسين في استراتيجية يعني واضحة لدى الأمريكي الحل النهائي يجب أن يكون وقد يتضمن الحل النهائي كلمة شاملة هذه توحي بس في نقطة مهمة بالكثير ما حد يركز عليها
احنا قد بالجنوب قد ما نتضرر، ويفضل ان يكون امر واقع على الجنوب، لكن المتضررين من الشماليين الموجودين في الجنوب والموجودين في الخارج ايش يكون مصيرهم بحال تثبيت هذا الوضع؟ اين يكون مصيرهم؟ وهم غير راضين بالهدنه ولا ويتمنون الحرب تستمر، وفي نفس الوقت ما يوجد عندهم الرغبه في الانتصار على الحوثي، هذا لاين يكون ما مصيرهم؟ ما هو بتصورك تغيير هذا الواقع او هذا الوضع مستقبلا؟ انا بصراحه لو طرحت تصوري الكثير بيزعلوا منها، تصوري وطرحتها اكثر من مره انه دعم القوات الجنوبيه ودعم المنظومه الجنوبيه والشماليين النازحين يبغون عندنا ضيوف ونساعدهم في تحرير المحافظات الشماليه، اما نبغى دعمها للتحرير لتحرير الشمال. اولا نثبت انفسنا في الجنوب، ناكل الناس، ندفع رواتب للناس، نعيد الخدمات المحافظات المحرره، ثم ننطلق وندعم قواتنا المسلحه بما تحتاجه من اسلحه ثقيله وطائرات مسيره. الان الناس امام مفاوضات يا مفاوضات سلام شامله اقليميا ودوليا مقتنعين فيه، وانت يا ودي على لحظه الخيار العسكري تقريبا حتى المفاوضات تحتاج انك تكون ثابت على ارضك وقادر على الدفاع عنها. لا لا لا، المفاوضات دائما تكون بين طرفين دوليين. اي اتفاق باليمن، اي اتفاق عبر التاريخ هل يفضي الى حرب؟ كل الاتفاقات تفضي الى حرب، كل اتفاقات تفضي الى حرب، هذا الواقع. ولا يمكن تنجح الهدنه. انا اعطيك اياها اخرها كان الحرب الأخي، او مش ما اخرها يعني ابرزها اتفاق عمان وبعده حرب. لا لا، الوضع المشاركه و2015 القصه بالاخير العالم ينظر انه انت خلال 10 سنوات او كم صار 8 سنوات يعني عجزت حتى انك تقيم مقاومه في صنعاء او في الشمال، وبالتالي كم يعني مثلا عشان تحرر مثلا اب كم تحتاج 10-15 سنة اخرى؟ الوضع القائم سيظل لن يتحمل العالم يعني عقود اخرى في هذا الصراع. لا خلاص، زائد انه لا اليمنيين نفسهم ما بيتحملوا، لكن بالمقابل عندك فئه الان على العالم دعم الشرعيه بقرارات دوليه بمجلس الامن بتحالف دعم، لكن في الاخير انت هذا المشهد جامد منذ عام 2015 جماعه. ايش سبب جموده؟ ايش سبب جموده؟ وين الخلل؟ ما في طرف يقاتل الحوثي في الشمال. طيب وقيت طرف صلح. طيب ما هو هذا الطرف اليوم موجود بعدين يريد ان يحكم الجنوب، اذا سلمنا ان الحوثيين تحت سيطره الشماليين، الحوثيين. خلينا نرجع للتبسيط، تبسيط الامور. ايش اللي حصل؟ الحوثي جاء من صعده، مجموعه صغيره جدا، جلست 9 شهور ما قدرت تحتل لي قريه في صعده دمات، صح ولا لا؟ لكن لما دخلت صنعاء كل الاطراف الشماليه هربت والمسؤولين هربوا واخذوا الفلوس تمام. هذا الواقع معروف، هذا الواقع معروف. جالسين يتفرجوا في الجنوب، مشهد مختلف، الناس قاومت وحررت مفهوم. والنتيجه أوكي. لكن أوكي. النتيجه بعد التحرير ايش النتيجه؟ انه هذا يعيد الهاربين الى اعدام ويمكنهم من ادوات الدوله. لماذا نحن هل عشان يعيدونا الحوثي مره ثانيه مثل ما سلموا صنعاء؟ هذا سؤال نبيل. نحن نسمع نبيل، لماذا نحن نتحدث عن الهدنه وعن المساعي الدوليه بمعزل عن مشاورات الرياض التي افضت الى تغيير سياسي، وكان من يعني الاشياء المعوله على هذا التغيير انه يسعى او يمضي بالطريق نحو السلام وايقاف الحرب. كل ما تقود الى الاعتراف بحالتين مختلفتين في شمال وفي جنوب، هذه اصبحت هذه مهمتنا الان تكريسها. صنعاء يعني يممت الحال ان الجماعه عندنا حاكمين. صنعاء يممت وجهها تجاه قبله معينه، انت لن يتغير هذا الوقت. وش القبله هي؟ قبلة مذهبية معروفة. صار مؤكد هذا الكلام يعني في حكم الأمر الواقع في الأخير في ظل الآن العصيد صح التعبير الموجود في عدن. لا نعرف هو عصيد طاولة. عصيد بالفعل كلمة مناسبة هاي. الآن ما في اتفاق يعني. الحل المناسب إذا صار العالم بايدن وغير بايدن المتحدة أن الوضع يبقى هكذا، بمعنى أنه نبقى على هذا الصراع مثل لبنان مثلا أو مثل العراق، يعني حالة شبيهة مش اوكي. الحل بيدك، الحل بيدك، يصير الحل داخل اسمعني، الحل بيد الجنوب في جسم هذه الشرعية. انت صعب انك تتخلص من هذه الشرعية، شرعية وباء سواء على الشمال او على الجنوب. وباء صراحة. من الوباء؟ الشرعية. هذا كلام قطعي، هذا كلام كبير. كل الاطياف المشاركة فيها يا صلاح، كل الاطياف المشاركة فيها. اسمعني لا بس فسرنا. لا لحظة بس فسرنا ايش تقصد شرعية وباء؟ التحالف وين حانت الان؟ الشرعية هذه ما أعرف وين وديها ولا استفاد منها ولا أقدر يصلحها. إحنا الجنوبيين الآن مثلا مصيبتنا هي الشرعية هذه اللي فارضة علينا التحالف، وإحنا مش قادرين نتخلص منها، بينما كان ممكن نقبلها كمجموعة نازحين نعمل لهم مقر في لم يعودوا مجموعة. لا أنا أتيت معارضة للشمال. أنا أتيت من حضرموت قبل شهرين، ذهلت من حجم الأعداد النازحة إلى مدينة صغيرة مثل سيئون وإلى بقية مدن وادي حضرموت.
وماذا تقول عن عدن؟ طبيعي يعني لأن هذا أماكن مستقرة، شوف مهما قالوا عليها، عدن الآن اللي تقول أنها فيها إرهاب وأنها مش مستقرة، وأنها كل رأس المال الشمالي والجنوبي والنازحين طبيعي لأنها مستقرة، الناس حربين من الحوثي، ما حد هاي طبيعة الأمور المكان المستقر. طيب الحربين من الحوثي وين يكون مصيرهم إذا كانت هدنة عميقة أو هدنة مستمرة؟ وين بيكون مصيرهم؟ والمسؤولين تترك أرضك الحوثي وهي تتمثل في الجنوب أو تعارك على 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 السلطات وعلى الوزارات. أنا أعتقد لك أنه مصيبة شرعية، بأن كل النقاش يصب في اتجاه أنه في هناك قضية شمالية. قضية شمالية ونحن جزء من مشكلتنا في الجنوب أنه في قضية شمالية من زمان لم تحل، قضية مذهبية وقضية طائفية وقضية مناطق، وهذه القضية عبء علينا نحن. الآن السؤال يجب أن نروج لذلك أنه في قضية شمالية موجودة، يا عالم في قضية شمالية موجودة، النخب الشمالية تصمت عن ذلك. نعم. هم مش معترفين في قضية معهم نازحين ومشردين والحوثي. مش الجنوب قضية الجنوب حلت. مشهد في الشمال معقد. نزل منه حل كبير لحد البعيد. الآن الجماعة فوق الصراع الطائفي اللي بنقول من 2015 داخلين بصراع جريج سلالي. صحيح. قضية الأقيال والأشراف والسادة. معناته بيأسسوا صراعات. شغلة طويلة. خطيرة. طيب الشغلة مطولة. وعايزين نتحسن عن طيب إلى متى سيظل الجنوبيون يعني رهن هذه القضايا؟ بالضبط هذا سؤال. طيب. أوكي هذا سؤال. خلينا نرجع لموضوع الهدنة. الآن في توجه دولي بأنه تفضي إلى يعني ما تستمر للأخير هدنة تمدد شهرين ستة شهور أو سنة، ولكن تفضي إلى تفضي إلى عملية سلام شاملة. كوريا 50 سنة صحيح؟ من 53 70 سنة ولا كم؟ إيه بس وضع كوريا مختلف يعني. لا بس هدنة. لا لا نحن كوريا الجنوبية، لا للجنوب كوريا الجنوبية ولا الشمال كوريا الشمالية. لا على القرارات الدولية والهدن يعني ممكن تجي للسبعين سنة هدنة. ممكن في نماذج موجودة عموما على أي حال، ولكن عملية سلام شاملة وش كيف باعتقادكم بيكون على الواقع عملية سلام شاملة؟ يعني بمعنى إنه بتفضى إلى تكوين شراكة سياسية مع حوثيين لاحقا ضمن وطن واحد ضمن يمن واحد أو ضمن حكومة مركزية صنعاء مرة ثانية؟ في كل الأحوال اللي خاسر شرعية، في كل الأحوال من اللي خاسر؟ حتى لو حصلت عملية سلام شاملة اللي خاسر شرعية في الأخير المنظومة اللي تسمى شرعية، لأن الحوثي مسيطر على الشمال قابض عليه، وبالتالي بيدخل أي مفاوضات هو من مركز قوة، والطرف الثاني اذا الاتقال اشتحط يعني قليل بس اشتحط نحن نريد يشتحط. لا هو اشتحط تمام ممتاز جدا يمشي بسياسه، الان اول مره الجنوبيين نلعب سياسه يعني بشكل حلو صحيح. طيب. انه يبيش الجمهور لانه عند طيب الاتقالي ما مشكلته قصور صوره يعني الشرعيه سابقا اصبحت مهلهله حاليا اذا دخلت اصبحت ضعيفه. اسمعني اذا دخلوا بعمليه سلام في طرفين قويين فقط يعني بالأخير الشرعية هذه مثلا على سبيل المثال الآن في تقسيم بين الشمال والجنوب صح ولا لا؟ صحيح. 50-50 هذا حسب بالحكومة. الحكومة حسب الاتفاق كلها. الآن الحوثي بيدخل من نصيب من؟ وهل بيرضى مثلا ب50% من حصة الشمال؟ أعتقد أنه ما بيرضى لأنه صحيح. لذلك بيحملوا الشماليين الجنوب. من هو الشمالي؟ النازحين اللي موجودين. لذلك يعني الشمالية كثيرة جدا. طيب أنت تعرف إيش يدور هذا اليوم في معاشير؟ يتعاركون كبار مسؤولين الشماليين الهاربين من الحوثي والذي سلموا صنعاء على المناصب. نعم. ونسيوا تحرير صنعاء ونسيوا هم الشمال. تتوقع منهم ذلك يعني انهم بيحرروا الشمال؟ طيب يعني يعني المقصود انه ما زال مبكر الحديث عن مفاوضات شامله للسلام، يعني انا اعتقد انه انا اعتقد الحرب اقرب. بتكون اقرب؟ معركه اقرب. اكيد. انا اتوقع انها اقرب، الحوثي لا يقبل بحد. هذا طبعه وهذا من يعني ظهر وتركيبته على انه لا يقبل احد. عبد الملك الحوثي السيد. وحتى الحرب اذا تمت فانها ستكرس الحاله ان حالتين شمال وجنوب. بالعكس يعني رب ضاره نافع اذا حصلت حرب من هذا النوع ستكرس. لازم نخرج من عنق الزجاجة، الحرب مش حلوه. الفرز الاخير لما تكون بس الفرز لازم تخرج. الفرز مفيد. بس لما توصل لعنق الزجاجة اشتحط. عشان تخرج. وخلونا نتكلم يعني نقطه بصراحه انه الجنوبيين الذين حرروا أرضهم من الحوثي وقاتلوا الإرهاب هم أولى أن يدخلوا باتفاق سلام مع الحوثيين وكل واحد يحكم أرضه وكل واحد يحكم الأرض التي مسيطر عليها. يعني أنت ضامن أنه بيدخلوا معاك باتفاق سلام؟
نحن مستعدين، خياراتنا موجودة. أنت مرتبط بإقليم يعني بالأخير. إذا الإقليم يدعو إلى عملية سلام مثلاً ويصر عليك أنك تدخل بعملية سلام ويحول القضية إلى قضية إنسانية بدل ما هي قضية حرب. السؤال، السؤال الآن إحنا بنقول إنه مثلاً الجنوبي والمكسي انتقالي إنه تحت قيادة التحالف وإنه هذا كله فرض علينا التحالف، حتى بقاء الحوثي بقدر ما هو ضرر على السعودية وعلى الخليج ضرر علينا كبير جدا. أكيد متفقين مع ذلك. الحوثي بعد بكرة حتى في اتفاق سلام أول ما تكون عندك وضع سبيل مش دي. بس يا أخي ألف سنة وهو لا نفس الفئة الحوثية ألف سنة وبيهاجم الجنوب كلها خمس بالضبط. عشر خمسة عشر عشرين سنة. طرحت للتاريخ. هو للتاريخ بس السؤال الذي يطرح نفسه الآن كيف نواجه هذا المعضلة حتى تفهم الحالة الراهنة. نعم. كيف نواجه هذا المعضلة اليوم الحوثي العالم يقول لازم اتفاق سلام مع الحوثيين ولازم تثبيت الهدنة وأنت في الجنوب ما زال وضعك للأسف سبب الشرعية مثل ما ذكرك أخ صلاح يعني كل شيء منهار. الشرعية الشرعية تغيرت وما لها أربعة أشهر. الدولة العميقة طيب. لكن في الأخير هي المشكلة، هي المشكلة احنا وين نوديها الآن حتى لو قمنا بحرب مثلا الجنوبية وبعدين حرب عليك انك توصل نسخة ثانية الشرعية النسخة بعدين اللي بعدين الشرعية اللي تكلموا عنها يعني بالجنوبيين حاضرين فيها بقوة مؤخرا ولا وعملية الإصلاح طويلة بغض النظر ما إذا إذا تم تغيير غير القوات الخاصة غير القوات الخاصة في شبوة وتحدث تدخلات من قوى نافذة في من مأرب أو قيرة بهدف عرقلة الغرار وبهدف إدارة الفوضى داخل مدينة عتق تقول لي وين الجنوبيين في الشرق؟ طيب ما كانت الدولة العميقة تتحكم بالمشهد الدولة عمرها أكثر من 30 سنة حتى الإرث اللي تركه هادي ومنظومته وحزب الإصلاح هذا يعني صعب جدا معقد طيب جداً. طيب خلونا يعني خلونا بس نطوي هذا الملف لأنه بننتقل لموضوع آخر الآن. إيش تتوقعوا ممكن يتغير في أداء أو في موقف الحوثيين تجاه الهدنة يعني لم يلتزموا فيها في خلال الأربع الأشهر الماضية الكثير من الخروقات هل في نوع من الالتزام من قبل الحوثيين هذه المرة تجاه هذه الهدنة الممددة؟ عايز رأيي أنا أنا رأيي الحوثيين ما بيلتزموا بس بالمقابل بتكون في معركة كبيرة خلال فترة الشهرين القادمة لا مش فترة مش بالضرورة لكن أعتقد خلال يمكن ربما قبل نهاية العام لأنه الآن التحالف قدم وخاصة السعودية قدمت كل التنازلات المجتمع الدولي يعني هذه كل التنازلات حتى بما فيها الجوازات والمطار كان مشترطين هكذا الحوثيين والمجتمع الدولي والمبعوث الأممي مشترط أنه أنا أعطوني أشياء عشان أدخل فيها العملية السلام صح. طيب التحالف عطوا كل شيء تفضل روح أقنع الجماعة ودخلت دول صديقة معهم كلنا نعرفها وحاولت تقنعهم بمزيد من التنازلات لم يقدموا تنازلات وبالتالي التحالف قدم كل المبررات أنه خلاص أوكي يعني أنتم ما قدرتوا الكرة في الكرة في ملعبهم وملعب إيران أنور أعتقد بأنه أي عمليات تقوم بالحوثي هي محدودة لا يريد المواجهة الشاملة حتى لا يخسر ما معه هو فقط هذا وجه نظري الشخصية يعني من خلال تركيبة الكتلة هذه اللي تؤيد الحوثي هو يريد فقط يظهر نفسه أمام أنصاره أمام الكتلة الصلبة اللي معتمد عليها بأنه الآمر والناهي وبيده قرار الحرب وبيده قرار السلم سيعمل مناورات بسيطة هجوم هنا وهجوم هناك لكن لا أعتقد بأنه قادر ما في تغيير ما في تغيير الوضع على ما هو عليه خروقات هنا وهناك على ما هو عليه أنا أتوقع لن تحدث تغير عسكري الطرفين يستعدوا لمرحلة جديدة مجلس القيادة الرئاسي يبدأ إصلاحات حقيقية في الشرعية وقد بدأت فعلا والحوثي يستعد صحيح قد ربما لا يهاجم خلال فترة الهدنة لكنه يستعد وايضا مجلس القياده الرئاسي يستعد وستكون معركه فاصله هذا اعتقد هذا توقعي الهدنه لن تتعمق ولن تتحول الى سلام شامل انا اتفق مع انور في محدوديه رده الفعل من قبل الحوثي ومحافظه الحوثي على الحاله اللي هو موجود فيها حاليا التنفس الصعداء ل ما عليه ضغط وايضا للتخفيف الضغط الشعبي الذي يعاني منه اوكي واضح طيب ننتقل لموضوع اخر تغييرات تابعتوها تغييرات الحكومية في بعض الحقائب الوزارية وتغيير محافظين بروح على فاصل بعد ذلك بنناقش هذا الموضوع خليكم معنا حصلت تغييرات حكومية في الأيام الأخيرة لابد أنكم تابعتوها ترافقت أيضا بتغيير محافظي محافظات هذه في المناطق المحررة إيش الأثر اللي بتترك هذه التغييرات إيش اللي بيتغير بحياة الناس نبيل في شيء بيتغير بعد هذه التغييرات ولا فقط في أهداف غير أنه تنعكس على الناس تتحدث عن التغييرات الوزارية ولا التغييرات المحافظية خلينا نبدأ من التغييرات في الحقائب الوزارية بعد ما نتكلم عن المحافظين التغييرات في الحقائب الوزارية تغييرات محدودة لا تشكل أربع حقائب
أربع حقائب، تغييرات محدودة وغير يعني ربما تكون فاعلة إذا ما تم تقييم أداء الحكومة بشكل عام خلال الفترة القادمة. أعتقد أنه نحن أمام مرحلة جديدة فيما يخص أداء الحكومة في خلال الثلاثة الأشهر القادمة. فيما يخص تغيير المحافظين لا بعدين خلينا نخلص أول الحقائب الوزارية. يعني الناس البسيطة بتسأل هل هي التغييرات الحكومية الأربع الحقائب مهمة بتنعكس على حياتهم بتحسن الأوضاع؟ لأنه الأوضاع وصلت إلى حالة مزرية، يعني في عجز حكومي واضح يعني لا تخطأه العين كما يقال، ولكن هل هي تغييرات بالفعل يعني لابد أنه الواحد يتفائل فيها أنها بتكون بداية لتغييرات كبيرة مثلا؟ هي لأن وزارات مرتبطة بالجانب الخدمي كهرباء وغيرها، يعني يبدو أنه في يعني في ستحصل تطور إيجابي إلى حد ما، أنا هكذا أتوقع. يعني متفائل في الجانب الخدمي أنه ستحصل فيه إلى حد ما تطور إيجابي، يعني ليس نقلة نوعية، وإنما مثلا الخدمي اللي تكون في تغييرات الكهرباء والأشغال، كهرباء والأشغال طرق يعني. موضوع النفط والطاقة ووزارة الدفاع هذه خلوها على جنب، بعدين بنتكلم عليها. هذه أصلا وزارات معقدة. طيب حتى النفط مرتبط مباشرة لأنه صحيح، ولكن كمان مش وزارة عادية معقدة. موضوع أنه لكن موضوع الخدمات هو الأهم، موضوع الخدمات لو حلت مشكلة النفط ستحل مشكلة الكهرباء، مرتبطة صحيح وكلها مرتبطة بالفساد. كان في يوم من الأيام عدن بيحل مشاكل كثيرة في عهد أحمد مبارك في حضرموت، السؤال الآن كان يحل مشكلة الكهرباء من النفط ولا لسه؟ ما مش في مجلس والله، لذلك الوزير اللي راح يكون ما حد رد على السؤال هذا. سمعت السؤال يا نبيل؟ مصافي عدن، مصافي عدن تحت سيطرة العيسي ولا ليش ما رجعوها؟ سؤال أنا كصحفي هذا السؤال عجزني. يعني هو أعتقد أن أنت متأكد أنه ما زالت تحت؟ أيوة ما زالت مخازن العيسي، مخازن هي مؤجرة بعقود مخازن العيسي وتحولت إلى مخازن مقابل دفع إيجار معين أو نسبة. وين مدير المصافي؟ طيب ممكن تكون مخازن المصافي جالس في الأردن وتشتغل. إيش المشكلة يعني؟ 10,000 دولار في الفندق من 2015 على حساب العيسي مقابل أنه يوقف التشغيل هذا حتى تصدي المكاين حقها. طيب هذا بيكون وزير الوزير الجديد مطالب بأنه يحل مثل هذا، ليش ما قدروا يحلوها الآن مجلس رئاسة وسيطرة الانتقال؟ هذا سؤال كبير. طيب أنا أعتقد أنه تغيير وتغيير وزير الدفاع لأنه مرحلة حرب ومرحلة تهديد ومرحلة هدنة ومرحلة استعداد للطرفين، تغيير وزير الدفاع ربما يكون فيه نوع من التفاؤل أو الإيجابية لعله وعسى يحدث تغيير في الجبهة، تغيير المقدشي في أيوة، لكن بالداعري المحاصصة الحزبية يعني جعلت التغيير الوزراء يكون محدود. كان مفروض في وزراء أثبتوا فشلهم، منهم وزير الداخلية الذي أربكنا في المحافظات المحررة خلال الفترة الماضية، وكل وزراء الداخلية الذين تعاقبوا على المحافظات على الوزارة الداخلية خلال الفترة الماضية كان كل واحد يعملنا ألقاب في كل المديريات والمحافظات الجنوبية. فكان المفروض أن يكون وزير الداخلية جنوبي شخص محايد، شخص يستطيع أن يقدم لهذه المحافظات ولا يربكها وزير الداخلية جنوبي، أيوة بس ينتمي إلى تنظيم الأخوان. أنا سؤال في سؤال مهم ياسر، مش معقول أنا بجيب لك جنوبي على هواك. لا ما بيقول لك جيب لك جنوبي بس على التغيير هذا فاشل، كل الوعد فاشل. اوكي لماذا لم يتم تغيير وزير الداخليه؟ وبس مش وزير الداخليه، في عقده على وزير الداخليه ومحافظ مأرب الان محافظ مثلا عضو نائب مجلس رئاسه مثلا البحسن تغير في حضرموت، ليش ما يتغير العراده؟ تعرف انه ما فيش اي محافظ ولا اي مديريه غيرته الشرعيه من عام 2015 في الشمال؟ ما في نفس الشيء. هنا هذا السؤال مطروح، كان المفروض ايضا بالنسبه لمحافظ مأرب بما انه صار بس لا ندخل في المحافظين، العراده مستعد يتخلى عن النيابه ولا يتخلى عن المحافظه. نخشى من شغله معينه يا صلاح، نخشى من شغله معينه ان يحسب ان تحسب وزاره الدفاع على الجنوبيين، ونعلم جميعا المهمه الحاليه لوزاره الدفاع هي تحرير محافظات شماليه. طيب طيب ويعينونا محافظ شمالي يرتب الاوضاع في المحافظات الجنوبيه. انا بقول لك وين العقده؟ بيكون مشكله، هذا مشكله كبيره. وين العقده حق وزاره الدفاع؟ الان القوات الجنوبيه الخطة الانتقالي انه يدمجها في وزارة الدفاع، مش يدمجها يعني يعطيهم يا اقول لهم هذا الجيش خذوه، لا يسجل لهم ارقام برتبهم وهاكلهم في وزارة الدفاع بحيث انه يحصلوا على رواتب دائمة. حتى السؤال لما يقول لك قطعوا الرواتب، يعني انا مستغرب من قطع الرواتب؟ ما فيش على القوات الجنوبية رواتب، القوات الجنوبية الان لا امن ولا جيش، ما عندها رواتب من الحكومة. كل اللي يجيها من وين؟ تم تشكيل لجنة عسكرية كل شهرين أو ثلاثة يروح عيد روس بعلاقاته الشخصية ومن التحالف، وهذه
ينتزع المستحقات، اما رواتب وهيك طيب القوات الجنوبيه معنا اكيد مع الوزير الانتقالي ركز على وزاره الدفاع، عايز هيكل يدخلهم في وزاره الدفاع بس بالطريقه التي يريد، مش الدمج، انما تسجيلهم برتبهم وكل شيء، لكن يبقى هذا المفترض. لا لكن حتى في فرضيه طرحها ياسر بانه المهام الحاليه للجيش هي تحرير الشمال، ومن قال ذلك؟ مين اللي قال لك؟ اللي قال انه ياسر قد تكون في قراءه بانه المعركه القادمه هي من الشمال ضد الجنوب، ممكن جايز. يعني هذا كل شيء جائز، فيكون تعيين وزير جنوبي منسجم مع المهمه القادمه، يعني اوكي. بس إشكالية. انا ارى انه الاولويه لدى الناس مش وزاره الدفاع، طبعا الاولويه الحياتيه بالضبط. اكيد خلينا نركز على وزاره الكهرباء، تكلم ياسر عن المحاصصه الحزبيه، وزير الكهرباء مثلا الجديد ايش اللي ممكن يقدمه مع هذه؟ وزير انا اعرف وزير الكهرباء عندما كان مدير الكهرباء في حضرموت كان نموذج جيد، بس كان سلطه محليه صاحب القرار احمد بن بريك، كان كل المؤسسات ما فيها النفط، انا كنت اقول النفط وعلاقاته بالكهرباء، كان يحل مشاكل الكهرباء من النفط، كم دخلته يلا حولوا للكهرباء. بس وين تروح؟ شوف الكهرباء الان بتروح فيها ملايين الدولارات شهريا لشركات فساد، شركات تقدم طاقه مشتراه. طاقه مشتراه هذه كارثه. تعرف انه اقل شركه طاقه مشتراه تسلم 20 مليون دولار شهريا، هذا كلام معروف من 2015. هل هل هل, هل هذا السبب؟ كل الناس سنوات انت لو جبت كهرباء توصيف المشكله، لو جبت كهرباء بيجيب حلول الناس. لا لا، هل هذا السبب انه تم تغيير وزاره النفط، وزير النفط، وزير الكهرباء في نفس الوقت، على اعتبار انه الكهرباء مرتبطه ارتباط اساسي حلها بالنفط؟ نتمنى ذلك، يعني يكون هذا المقصود. في نقطه مهمه جدا بالتغييرات هذه هي السؤال. يعني ما قلت لي لا ولا لا يا صلاح؟ صحيح. راح تتحسن الكهرباء ولا لا؟ المواطن في عدن عندما بئر فساد الكهرباء، عندما لا يوجد عنده او ينقطع عنده التيار الكهربائي، او المواطن في حضرموت وغيرها من المحافظات، يتهم من؟ اوكي، راح تنزل مظاهرات ضد من؟ نبيل، موضوع الكهرباء موضوع شائك معقد، يعني تقريبا شهريا 60 مليون دولار قيمه البنزين. انا اسالك سؤال، من غير الطاقه المتصدره خلال 8 سنوات انت لم تستطع ان توصف مشكله الكهرباء، ولا ان توجد لها حل، ولا ان توجد استراتيجيه اخرى او اليه اخرى لانشاء محطات توليد. وش هو المقابل؟ من انت؟ من تقصد انت؟ الجميع. اسمع، لا حتى شو هو المقابل؟ ما راح نتحدث عن الشرعيه عامل اعاقه داخل محافظات الكهرباء. حتى انت مثلا كنت قال حتى لما سيطر على عدن في يقول لك محافظ حضرموت كان عنده سلطه محليه تدعم هذا الوزير، استطاع ان يخرج من عنق الزجاجه يا اخي. طيب بعدين بتلاحظ في حاجه، عفوا بتلاحظ في حاجه، الدول هذه اللي فيها فساد اول ما يتمظهر الفساد في الكهرباء، تلاحظ الان في العراق، نعم، اول مشكله اساسيه في لبنان، صحيح، في ليبيا اللي النفط يسكب تحت البيوت سكر يعني. طيب اول ما يبدا طيب في الكهرباء تشعر انه فعلا الكهرباء هي مكان للفاسدين، للي يعني السؤال اللي سأله الناس منه صاحب نظريات، يعني السؤال اللي سأله الناس ليش الانتقال، ليش المجلس الرئاسي الان جالس حانب في التغييرات؟ سؤال. انا بقول لك ليش، هي انا بقول لك الاجابه اللي الاصلاح مهمه الاصلاح الاجابه اللي عندي الاصلاح شرط الوديعة ودعم التحالف. صحيح. التحالف قالوا لهم بكل وضوح نحن ما بنعطي أموال تروح إلى الجيوب اللي كانت تروح من زمان. يعني النية فقط مشان يريدون الفلوس تجيب بعدين بيرجعون على سال. في حال إنه في إدارة تستطيع أن تستلم الوديعة وتستلم أي هبات خارجية، حتى مش بس التحالف، حتى دول مثل هولندا وألمانيا كلها موقفة. طيب. إنه كل أموالهم ذهبت إلى جيوب الفاسدين. يعني الوقت. الدولة العميقة وإن كان ببطء. الوقت بياخذنا. صلحت حالك جبنا لك فلوس. صلح. الوقت سريع. خلينا نمر بشكل سريع على المحافظين الجدد أيضا اللي تم تعيينهم. الحضرموت وسقطرة. صحيح. محافظتين صحيح. فقط. بشكل سريع. يعني ملاحظاتكم بشكل سريع، لأنه بعدين بنتقل على موضوع المعلمين، الوقت يمر بسرعة. تغييرات ممتازة جدا. أعتبر شخصيتين ممتازة. على الصعيد الشخصي ممتازة، ولكن ممكن نأخذها من زاويتين مختلفتين إلى حد ما. سقوط رأس الوضع القائم يعني بات حاليا سد الطريق على الناس اللي يتقولوا ويقولوا بأن هذا خروج عن الشرعية، خلاص تم تثبيته وشرعنته. في حضرموت في ممكنات موجودة كان يهدرها البحسن للأسف الشديد. مع الوضع الحالي أنا متفائل جدا، لأنه ليس محتاج معجزة حتى يحدث، كل شيء موجود بيده بس كانت تهدر. بس يا نور، هل صحيح أنه رفض القرار أو أنه لا غير صحيح؟ هذا كلام أنا بسوي إشاعات. غير صحيح أبدا. إشاعات. إذا رفض القرار ما بيطلع أي قرار إلا بتوقيع 8 بالمجلس الرئاسة. لاحظ أنك تتكلم. بس أنور النبيل وأنوركم سؤال، بما أنكم حضارم لاحظنا حالة ارتياح شعبية لدى الناشطين، يعني كان هل معقول البحسني كان فاشل لهذه الدرجة؟ نعم، يعني خرجت حضرموت من مرحلة
كانت يعني مرحلة والله نفسي ما قدرت أفسر مرحلة يعني. سيئة للخدمات. أنا البحسني صاحبي عفوا أتحب الرأس أشعر بأنه الناس وكانوا لاحظ أن البحسني جنوبي كرامتهم يعني جنوبي جدا جنوبي وكان أسوأ الممكن. طيب قدم الأسوأ. طيب هذه جولة سريعة خلنا آخر شيء نختتم الحلقة الوقت يمر سريع. موضوع المعلمين تظاهروا أمام المعاشيق رجعت نغمة مع التظاهر أمام معاشيق لوين بتقود أول المعلمين يعني العملية التعليمية مهددة في عدن بالتوقف في كل مكان عدن الوضع فيها أسوأ لا مش أسوأ والنغمة في تتحرك في عدن ليه مش أسوأ سيء جدا في كل مكان في يعني مثلا لما أتكلم على بعدين أنت في عاصمة بعدين نفس الشيء بعدين أنت في عاصمة يعني أتكلم على كل مكان صلاة انت في عاصمة لازم تكون يعني نموذج. عمرك سمعت انه لازم تكون نموذج المدارس توقف في عاصمة نتيجة انه المدرسين يطالبوا برواتب انا ما سمعت هذه سابقة لا مش سابقة بتحصل بس هو شيء مؤلم جدا توقف المدارس بس برضو بنفس وين المثل اللي عندك حصل من قبل حصل في عدة ما اتذكر بالضبط لكن دائما لا يعني انه العمليه الدراسيه تتوقف بالكامل تتوقع في 2014 تتوقف بالكامل علي والله معام حق يا وديع تصور بانه الان معاشي خبرنا معلم بانه راتبه ما يكفي له الوصول الى مدرسته هو من تريم ومنطقه درس فيها اسمها شريوف طيب خلينا بروح مشوار بسيك النهار خلينا اتفق معاكم مشوار رايح جاي يستهلك راتبي قال بضرب هذا الكلام متفقين عليه بس ايش الحلول هل نجي طلابنا لحظة بديلة كيف يمكن الضغط على الحكومة خلونا نتفق أن الوضع التعليمي في كل اليمن ولكن تحت السلطة الحوثي طبعا ما في مقدرة على اختراق هذا الموضوع لكن في المحافظات المحررة كارثة في كل المحافظات ولكن الآن عدن حيث المجلس القيادة الرئاسي وكل السياسيين ومش عارف مجلس القيادة الرئاسي لا بد من الحكومة يوجه يطالبوا لحظة يوجهوا للحكومة أنه بمبالغ مع أيوة يعني لبوا طلبات المدرسين وأنت تقول إيش بيسووا يا نبيل هذه تحتاج إلى آلية تشتغل فيها وزارة التربية مع وزارة الخدمة المدنية مع وزارة المالية ومال بالضبط هذا فيهم في يعني ما في حل للمدرسين برأيكم لا في حل وشو يا اخي فساد بالاخير وين تروح اموال النفط سؤال يا اخي خصص لا ولا ليش ما اشتغل المصافي وين تروح اموال النفط وين تروح الايرادات هذا هو السؤال لماذا رواتب الوكلاء والسفراء وغيرهم اللي في الخارج تدفع بالدولار والموظفين والمدرسين رواتبهم لا تدفع مبالغ خيالية يستلمون مبالغ خيالية يا أخي أنيس منصور يستلم 4000 دولار من الشرعية للآن والآن هو يهاجمها ليل نهار ومختار هو يعرف يكتب ساطر يعرف يكتب ساطر طيب الآن موضوع أزمة المعلمين بتدفع لأي أحد برأيكم هي دائما هي السنة الماضية كانت تقريبا مرت بنفس الظروف وشهر إلى شهر ونص وحلت وعدوهم بحل المشكلة وعدوهم وتنازلوا ولكن لم تحل مشكلتهم مشكلة الإضرابات وإغلاق المنار شوفها مشكلة بدأت في 2011 وتضررت أجيال كبيرة دراسة ولا تدريس حتى يسقط الرئيس وإغلاق المدارس وتأثر جيل كبير اليوم نعاني منه ونحن نخشى في الجنوب أن تؤثر سنوات الحرب الثمان هذه كانت معظمها مرت تؤثر ما هو أثر واضح وأثرت بشكل كبير فنحن نحتاج إلى حلول حقيقية لعودة فتح المدارس وتدريس الطلاب هذه علامة مسجلة لحزب الإخوان المسلمين حزب الإصلاح تحديدا لا دراسة لا تدريس حتى يسقط الرئيس كل ما يجري هو 12 سنة الماضية كلها تقريبا كل ما يجري وراء الإخوان المسلمين مش بس في عندنا عندنا في حتى في الوطن طيب بس ما حد جاوب يعني هذا الموضوع بيدفع إلى أي حد موضوع اعتصام التظاهرات يعني يحله المجلس الرئاسي إذا كان مجلس القيادة الرئاسي مش قادر يحل يعني ولو يجيب لهم جزء من التغييرات هذا بيحل يا أخي جزء من مستحقاتهم يجيب لهم يا أخي استقيلوا هو شوف بيستمر التصعيد بيستمر والحكومة يعني بتحاول أنها تلتقي بمندوبين عن نقابة المعلمين الجنوبيين وتوعدهم مرة ثانية وتوعدهم مرة أخرى لكن في خبر أنا طلعت عليه أول أنه بدأ البنك المركزي يعد العلاوات والزيادات من اليوم يعني بدأ ونأمل ذلك ونأمل أن تعود المدارس هي شريان الحياة نذكر مثلا بعد 2015 وصلاح كان موجود بعد تحرير عدن
الإيش اللي بعث الأمل عند الناس عندما قال هلال الأحمر الإماراتي ورمم أكثر من 254 مدرسة وعادت الناس خلال شهر واحد، كان في أمل أن الحياة عادت والحياة انطلقت من غير معقول تسمع الحياة مستمرة والمدارس مغلقة. بادروا المدرسين بدون رواتب، بادروا بدون رواتب. ما وضع هذه المدارس اليوم؟ اليوم وضع المدارس هل لازالت يعني محافظة على إعادة؟ لا أنا بقول لك الوضع بعدين تدمرت. بقول لك بوضع 2015 عدن يختلف عن اليوم، هناك أكثر من 1.5 مليون نازح صاروا ينافسون ابناء عدن في المدارس. طيب. تدخل في الصف الواحد 100 طالب في الصف الواحد في المدارس الحكوميه، والمشكله انه في 5000 نازح من المحافظات الشماليه مدرس موجودين في عدن لا يدرسون ويستلمون رواتبهم وابنائهم يدرسون في مدارسنا الحكوميه وهم ولا يقدموا اي خدمه للمجتمع. يعني اعتقد انها ما شاء الله كانت معلومات تفصيليه يعني بشكل عام يقال بانه هذه الظروف يعني الاقتصادية الصعبة ووضع المدرسين المؤسف رواتبهم المتدنية خلال العقد الأخير وربما أكثر قليلا أو ما إلى ذلك أنتجت طلاب أشبه بأميين، يعني الحال وصل إلى هذا الحد من زمان. مش طلاب مدارس، طلاب جامعات أميين، مش أشباب الأميين. أيوة. أميين طلاب جامعات. يا أخي تخرج طالب من كلية اللغة الإنجليزية ما أتكلم إنجليزي الحين مثلاً كلية الإعلام لحظة كلية الإعلام في عدن كم دفعة؟ ما يعرف يكتب خبر. كم دفعة؟ أنا واجه الطلاب هل في صحافي الآن نروح 10-15 قليل خرج يعني هتكلم عن 100,000 يمكن خريج من عام كم؟ مثلاً من عام 95 تقريباً كلية الإعلام فقط. كلية الإعلام غريب كان قسم الإعلام 30 دفعة تقريباً كان قسم الإعلام صحيح كان قسم الإعلام الآن قسم الإعلام 30 دفعة. إيه طيب اليوم احنا في قسم اللغه العربيه يخرجوا مثلا صح. انا انه بالجامعه يمكن بيحنب لي هذا الكلام فتقولوا المشكله انه وضع البلاد انعكس على كل شيء. ما هو يعني في الاخير يعني القصد انه هذه الظروف يعني صحيح انه سنوات بتمر ولكن بتكون حبلة مستقبلا بمشاكل صحيح. كثيره يعني مشاكل انت سمعاني العقود التعليم تداعياتها هذا انعكاس للواقع. لما تجيب لي انت استاذ تاريخ تحطه وزير اتصالات هذا هي النتيجة بتكون. وزير اتصالات حصل في مرحلة من وزير تقصد من قبل مش الحالية اليوم حصل وزير كهرباء وهو خريج تربية الوزير السابق بس شوفوا دعونا لأنه فقد الأمل. احنا في الجنوب بغض النظر عن أخطاء الحقبة الماضية قبل الوحدة تم إقامة الدولة ونظام تعليمي قوي خلال 20 سنة كان الأم وربما سيعود ولو أنه عليه ملاحظات أخرى لا أعني مدى الحزب الاشتراكي اليمني ولكن الجنوبيين متقبلين لغياب دولة وسينهضون بسرعة وسيتعاملون معها بسرعة لذلك يتم عرغلتهم بعدم عودة المؤسسات إلى المحافظات الجنوبية. المؤسسة التعليمية واحدة انضرت من كثيرا بهذه الظروف هي منضرة من زمان من بعد 94 من 94 هو مدمة لكن تضررت اكثر في 2011 أيه. أيه. من 2011 من 2011 من 2011 وهي في تراجع. نعم لاحظ انه هناك في تقدم للمدارس الخاصه التي زي ما قلت كنا في حوار 99% منها لتيار معين يتم متى حصل التدمير يا صلاح؟ عندما سلمت وزارة التربية والتعليم عام 94 بعد اجتياح الجنوب لحزب الإصلاح غير فيها كل شيء. الآن في مأرب احنا نتكلم عن يمكن اكثر من 80,000 مدرس صاروا نقباء وعقداء في مأرب جالسين المدرسين تحولوا عسكريين. نعم. طيب للأسف انتهينا يعني وصلنا الى ختام البرنامج. اشكركم جميعا على هذه الدردشة وزملاء صحفيين صلاح الأغبر أنور التميمي نبيل سعيد وياسر اليافعي. شكرا مشاهدينا نلقاكم في الأسبوع القادم إلى اللقاء.